أبي الحسن ابن هذين الذي تنتهي إليه أسانيد القراءات في غالب العالم الإسلامي. أسانيد بلاد المشرق وغالب بلاد المغرب تنتهي إلى ابن هذين، وهو شيخ الإمام الشاطبي، عن أبي داود عن أبي عمرو الداني. أخذ عن ابن هذين القراءات السبع، ولم يهتم الإمام الشاطبي رحمة الله عليه إلا بالقراءات السبع، وتبع في هذا الإمام الداني وابن مجاهد في القراءات السبع، ونظم هذه القصيدة في القراءات السبع. ثم رحل إلى مصر، وكان هذا في عام 72 بعد 500، وأول ما وصل إلى الإسكندرية، فأخذ في العلوم الشرعية عن أبي طاهر السلفي، وليس السلفي، أبي طاهر السلفي، وكان في وقته أعلى أهل الأرض إسنادا، تلقى عنه في غالب العلوم الشرعية. ثم دخل مصر، وحينما دخل مصر قال: أحمل معي من العلوم وقر بعير، بحيث أنه لو سقطت عليه ورقة، أي على هذا البعير، ما تحملها، يعني جاء بعلوم شرعية وعربية وكثير من العلوم. ورحل إلى الحج، ثم عاد واستقر في القاهرة، واستقبله الفاضل، القاضي الفاضل في مصر هنا، وجعله يدرس في مدرسته، في المدرسة الفاضلية. ولم يخرج من مصر مرة أخرى إلا إلى فلسطين، حينما فتحها الناصر صلاح الدين، وقضى هناك شهر رمضان كاملا تقريبا، ثم عاد إلى القاهرة إلى أن توفي، كما تروا في قصيدته، عام 590 كانت وفاته، في جماد الآخرة يوم الأحد 23، ودفن يوم الاثنين، ودفن تحت سفح المقبر، وقبره موجود ومعروف. هذا الإمام الذي نظم هذه القصيدة ولم يسبق إليها، كان علم القراءات فيما سبق في الكتب، سواء في التيسير لأبي عمرو الداني، أو جامع البيان، أو الغاية لابن مهران، أو الغاية للهمداني، أو الكفاية لسبط الخياط، كانت القراءات تكتب في كتب، ولم يأتي أحد بمنظومة يجمع فيها القراءات الثابتة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام الجليل، كما قلنا في البداية، أنه كان ضرير، ولكن تعمق في العلوم الشرعية بما لم يصل إليه كثير من المبصرين في وقته، وكان له من الكرامات التي ثبتت له، والكرامات إذا كانت حسب ضوابطها الشرعي فهي ثابتة ولم ينكرها أحد. هذا الإمام الجليل مما ثبت له من الكرامات، وأنا أرى أن من كرامات هذا الرجل هذه القصيدة.
التي نفع الله بها وعما خيرها، لأنه دعا فيها، دعا لمن يحفظها، دعا بقبولها في نهاية القصيدة، وفي بداية القصيدة أيضا دعا، فقبلت هذه القصيدة في العالم الإسلامي، وأصبح الآن لم يتصدى أحد لعلم القراءات إلا وأن يكون أولا قد حفظ القصيدة الشاطبية. قال في بداية في المقدمة: وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا، وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. وهذه من الأشياء التي تثبت للرجل الإخلاص، وأنه كان لا يريد بعلمه السمعة. أعذني من التسميع قولا ومفعلا، إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطلا، أمين وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا. لم يجد العلماء الذين جاءوا فيها عثرات. هناك في آخر الشاطبية قال: وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقولة، ولكنها تبغي من الناس كفأها، أخا ثقة يعفو ويغضي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للحلم والإنصاف معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها، حنانيك يا الله يا رافع العلا. استجاب الله لدعوات هذا الرجل. ولذلك إذا كانت ذكرت للإمام الشاطبي كرامات وثبتت عند الثقة من المؤرخين، أنا كواحد من الذين يرى أن من كرامات هذا الرجل هذه القصيدة، وسنرى الآن الشروح التي جاءت في هذه القصيدة. مما ثبت له من الكرامات التي عاشها أهل عصره وأثبتها الإمام ابن الجزر في غاية النهاية وغيره من أصحاب كتب التراجم، أنه كان من عادته بعد صلاة الصبح مباشرة يجلس ويصطف القراء أمامه، يجلسون بالسروات، فمن عادته بعد ختام الصلاة مباشرة يقول: من جاء أولا فليقرأ أولا. فيقول: جاء في يوم من الأيام والذي جلس أمامه مباشرة وجد الشيخ يقول: من جاء ثانيا فليقرأ أولا. فتنحى الذي عليه السر في القراءة إلى الجانب لا يعارض الشيخ، هو كفيف، قال: من جاء ثانيا فليقرأ أولا. ظل هذا الرجل يتفكر في نفسه ما الذي حدث منه، فتذكر أنه قد نام جنبا، ومن استعجاله لدروس الشيخ هرول إلى المسجد وحضر بجنابته وصلى بجنابته وجلس أمام الشيخ وهو ناسي. تذكر هذا الكلام فقام مسرعا إلى أقرب حمام في المسجد، اغتسل وعاد وصلى الصبح وجلس بعيد عن هذه السيرة التي فيها القراءة.
وحينما جاء كان الذي يقرأ ما زال يقرأ، فبعد أن انتهى من القراءة قال الشيخ عليه رحمة الله: من جاء أولا فليقرأ ثانيا، من جاء أولا فليقرأ ثانيا. هذه ثبتت من الثقات كما ذكرها الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. يقول علم الدين السخاوي، نعم، ما معنى بالسروات يعني؟ السرة يعني اصطف سرة، هذه كلمة تجد موجودة في البلاد العربية، بدل ان احنا بنقول الطابور بنقول احنا نقف طابور على الايه، على دي، يقول لك يقف سرة. طب ومعنى يا استاذ الامام الشاطبي اهتم بالسبعة يعني لم يعني يقفز حظه من السبعة؟ هو اخذ، هو كان كان عنده العلوم ولكن أراد أن يركز على المجمع عليه والمتواتر الذي لا خلاف فيه، ولذلك هو هناك بيقول إيه: وضمنتها حرزا، لا في البداية في المقدمة الإمام الشاطبي ذكر أن هذه القصيدة على نفس منهج الإمام التيسير وفي يسرها، نعم، قال: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. يعني هو بيختصر بهذه القصيدة التيسير لأبي عمرو الداني، والداني تبع من؟ ابن مجاهد في القراءات السبع. ذكر علم الدين السخاوي وهو من أخص تلاميذ الإمام الشاطبي، يقول: في يوم قلت له: يا شيخ، يذكرون أنهم يسمعون أذان في جامع مصر في غير وقت الأذان، فقال الإمام الشاطبي: سمعته مرارا بعد الزوال، عمر طويل. كانت هذه واقعة اشتهرت، جامع مصر اللي هو جامع عمرو بن العاص كان يطلق عليه جامع مصر. فعلم الدين السخاوي ذهب إلى الشيخ يقول له: في ناس بتتكلم على أن هناك أذان يرفع في غير أوقات الصلاة ولا يوجد في المسجد مؤذن. قال: سمعته كثيرا. وذكر له الإمام السخاوي الكثير من الكرامات وأمور يعني لا يتسع الآن المجال إلى الكلام فيها، ولكن معنا كما قلت من أهم كرامات هذا الرجل القصيدة الشاطبية. أجازه كما سبق الإمام أبي عبد الله النفزي، وأجازه الشيخ بلنسية الذي دائما أنسى اسمه، أبي الحسن علي بن هذيل، أبي الحسن علي بن هذيل. ولذلك أنت إذا أردت أن تتتبع سندك الآن في الشاطبية إلى الداني، إلى الإمام الداني، من أقرب الطرق يعني إذا نظمنا المعاصرين، من المعاصرين مثلا نقول الشيخ عبد الحكيم ربنا يبارك في عمره أخذ عن الشيخ الزيات، لو أردنا أن نتتبع ونصل إلى الشاطبية، الزيات عليه رحمة الله كان من أعلى أهل الأرض إسنادا. الشيخ الزيات توفي من عامين تقريبا وتجاوز 100 عليه رحمة الله. الشيخ الزيات بينه وبين المتولي واحد، هو أخذ عن الجنين وعن هنيدي عن المتولي. خلينا نبدأ من عند المتولي. تعرفتوا الآن أن معظم أسانيد مصر وكثير من أسانيد العالم الإسلامي تنتهي إلى الإمام المتولي. الإمام المتولي أخذ عن الدر التهامي، التهامي أخذ عن سلمونة، سلمونة أخذ عن العبيدي، العبيدي أخذ عن الأجهوري،
أعلى الطرق. الأجهوري أخذ عن أبي السماح البقري، أبي السماح البقري أخذ عن محمد البقري، كل دول مصريين. محمد البقري أخذ عن عبد الرحمن اليمني، عبد الرحمن اليمني أخذ عن والده وعن تلميذ والده، بس خلينا في سند تلميذ والده، تلميذ والده اللي هو أحمد بن عبد الحق السنباطي. أحمد بن عبد الحق السنباطي تتلمذ على الشيخ شحاب اليمني، وتتلمذ أيضا على شيخ الشيخ شحاب اليمني، فلنا العلوم. ها وصلنا هنا لمين؟ ذكرت في دول السنباطي؟ ها؟ قلنا المثلين نعيد، المتولي، التهامي، سلمونة، العبيدي، الأجهوري، أبو السماح أحمد، أبو السماح البقري، محمد البقري، عبد الرحمن اليمني، أحمد بن عبد الحق السنباطي، الشيخ ناصر الدين الطبلاوي، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الذي تنتهي إليه أسانيد أكثر أهل الدنيا، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وقرأ الأنصاري على عدد كبير من العلماء، منهم الأميوطي، أحمد بن أسد الأميوطي، وأحمد القلقيلي السكندري، وأبي طاهر النويري، والمحب النويري، كل هؤلاء، والرضوان العقبي، كل هؤلاء أخذوا عن ابن الجزل. يبقى وصلنا كده لإيه؟ زكريا الأنصاري، نأخذ واحد من دول مثلا، نقول العقبي أو نقول الأميوطي، الأميوطي ابن الجزري، عبد الرحمن البغدادي، الشيخ شيخ مصر في عصره وشيخ القراء اللي هو تلميذ الكمال الضرير، سيأتي الآن يأتيني اسمه، هو تلميذ الضرير، الكمال الضرير، كمال الضرير، الكمال الضرير هو تلميذ الإمام الشاطبي، وكان قد تزوج بنت الإمام الشاطبي، التقي الصائب، الرجل الذي الآن قلت عنه التقي الصائب، يبقى ابن الجزري عن البغدادي، عن التقي الصائب، الصائب عن الضرير، عن الضرير الكمال الضرير، عن الإمام الشاطبي. من عند الشاطبي، الشاطبي أخذ عن أبي الحسن علي بن هذيل، عن أبي داود سليمان بن نجاح، عن الإمام الداني. ومن عند الإمام الداني تبدأ الإسناد إلى كل رواية من الروايات. هذا أقصر الطرق أو أعلى الطرق إلى الإمام الشاطبي في سند الشاطبية. يعني إذا بدأنا من عند المتولي، تيجي من عند المتولي، شوف إذا كنت من طريق سندك من طريق الشاميين، بيلتقوا عند العبيدي، عند إبراهيم العبيدي، لأن سلمونة وأحمد ابن أبو الفوز، أحمد بن رمضان المرزوقي، الاثنان أخذا عن العبيدي. المرزوقي تنتهي إليه أسانيد أهل الشام. يعني الآن في الوقت الذي نحن فيه، أعلى أهل الأرض إسنادا الشيخ اللي هو العايش الآن في سوريا الدمشقي، الشيخ أبو بكر الطرابيشي، ويليه الشيخ محي الدين الكردي، والشيخ الثاني اللي هو عامل الكتاب اللي هو في القراءات معهم الثالث، بس أعلاهم اللي هو الشيخ بكري الطرابيشي، الشيخ بكري الطرابيشي، والآن بيقرأ بعض الناس تذهب إليه، سنده أعلى أيضا من الشيخ الزيات، لأنه أخذ عن الحلواني الصغير، ثم الحلواني الكبير، ثم المرزوقي، ثم العبيدي. ده مين؟ ده الشيخ بكر الطرابيشي. اسمع معايا، لو قلنا سيب الطرابيشي، الحلواني الصغير، الحلواني الكبير، المرزوقي، العبيدي، تعالى أسندنا احنا، لو قلنا مثلا الشيخ لا حتى هات المعاصرين، ناخذ واحد من شيوخنا الكبار اللي موجودين، الشيخ عبد الحكيم. طب لو قلنا الشيخ عبد الحكيم، سيب عبد الحكيم، الشيخ زيادة. الشيخ الزيات، اثنين الهريدي،
الهنيدي والجنايني، الهنيدي، الشيخ المتولي، الشيخ الدر التهامي، وبعد كده سلمونا. هتجد في علو، في فارق اثنين، والعلو، العلو في سند القرآن الكريم قرب إلى المولى تبارك وتعالى، والعلو في سند الحديث الشريف قرب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآن في العالم الإسلامي الكل يلهث خلف الإجازة وخلف العلو، وقلنا أكثر من مرة يا إخوة العلو له ضوابط، يعني لا تذهب يعني الآن، وقلتها في كتاب أسانيد القراء العشرة، قلت أن كذب القراء لا يكون إلا في الأسانيد. هيستطيع واحد يكذب في كتاب الله يقرأ آية خطأ؟ ده هو منقول في الصدور، ولكن يكون في 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 علم الرواية والإسناد في العلوم، يدعي أنه قرأ على فلان ولم يقرأ عليه، أو يدعي أنه أتم القرآن على فلان. يعني ممكن بعض الناس الآن تذهب إلى سوريا إلى الشيخ بكر الطرابيشي وأقرأ عليه الفاتحة إلى قوله تعالى أولئك هم المفلحون في سورة البقرة، ويقول أسوة بتلاميذ الإمام الجزري الشيخ رضوان العقبي، رضوان العقبي اللي هو أصل مصري لم يقرأ على الإمام ابن الجزري إلا الفاتحة وهذه الآيات. سورة كم آية؟ أولئك هم المفلحون. وأجازه الإمام ابن الجزري على إيه؟ استند على إيه الإمام ابن الجزري؟ لأن كان الشيخ رضوان العقبي تتلمذ على ناس من أقران الإمام ابن الجزري بل أعلى مستوى، الشيخ الزراتيتي والشيخ الإسعردي، حتى الشيخ زكريا الأنصاري لما تطلع على إجازات الشيخ زكريا الأنصاري في دار الكتب المصرية تجد أن الشيخ زكريا الأنصاري اختار طريق العلوم ودخل على الإمام رضوان العقبي ولم يدخل على ابن الجزري. عن رضوان العقبي الشيخ زكريا الأنصاري في سنده وفي إجازاته في القراءات السابقة، عن رضوان العقبي، عن أبي البركات الإسعردي، عن أثير الدين أبي حيان، وتطلع من أبي حيان على عالم أسند للقراءات بعيد عن ابن الجزري. ابن الجزري الكثير من الناس يرى أن المبتدى والمنتهى في الأسانيد إلى الإمام ابن الجزري. الإمام ابن الجزري كان له أقران، ولكن هو رب سبحانه وتعالى بمؤلفاته وبما جاء من آثاره اشتهر الإمام ابن الجزري، ولكن هناك للإمام ابن الجزري أقران. أجيز الإمام الشاطبي، والإمام الشاطبي لم يثبت له تلميذه علم الدين السخاوي في الإجازات، أجيز من الشيخ النفسي وأجيز من أبي الحسن ابن هذيل، وهذا في القراءات السبع، وهذا في القراءات السبع. كما أجازوه أيضا، أجازوه في العلوم الأخرى، لأن كان العالم منهم يحيط بكثير من العلوم، من العلوم الشرعية والعلوم العربية. قلت لهم ما قاله الإمام النفسي في إجازته للإمام الشاطبي وهو ابن 17 سنة. هي كانت 17 ما قبل 22 دي، لأن أقرب ما يكون مترجم له اللي هو تلميذه الشيخ السخاوي، الشيخ السخاوي، وأيضا ابن خليكان أيضا ترجم له، وأيضا الإمام الذهبي، والإمام الذهبي بينه وبين الإمام الشاطبي كان اثنين، لأن الإمام الذهبي توفي تقريبا سنة 749 تقريبا. الراجح الذي يعني احنا ناخذ، احنا نقول ايه، انت تستند الى اقرب من ترجم للشيخ. هنا ناخذ كلمه قصيره من اجازه، ان هذه الاشياء مهمه جدا، من اجازه ذكرنا لكم ما جاء في اجازه النفسي. هنا يقول الامام ابن هذيل قال في مقدمة إجازته: إن المقرئ
أبا محمد قاسم بن فرو بن أبي القاسم الرعيني أيده الله بطاعته. شوف الشيخ يدعو إلى تلميذه، أيده الله بطاعته وأمده بتوفيقه ومعونته، قرأ علي القرآن من فاتحته إلى خاتمته ختمة واحدة لمذهب الأئمة السبعة رضي الله عنهم، ثم أجازه بعد ذلك في باقي العلوم الشرعية لأنه تلقى عنه. الإمام الشاطبي إذا أردنا أن نستعرض من ترجم للإمام الشاطبي، طبعا الإمام الشاطبي لم يعني الاثنين دول مش هم مشروحه فقط، أخذ عن عدد، أنا عندي جمعت من شيوخ الإمام الشاطبي 10 أمامي الآن من شيوخه في باقي العلوم الشرعية. آخر واحد في هؤلاء مين؟ في الإسكندرية السلفي ايوه السلفي. ليه؟ لانه لك نسبه الى جد له كان كبير الشفتين، فكانت تطلق على هذه. اصل لو قلنا السلفي، اصل الان كثير من اهل الاسكندريه يتبعوا الى الجماعه اللي هي جماعه السلفيه 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 السلفيه, السلفية والكثير منهم يخطئ، يسند الى ابي طاهر ويقول السلفي، ولكن هو السلفي السلفي بكسر الإيد. آخر واحد قرأ عنه. نأخذ ممن ترجم الشيخ كلمات عن هذا الرجل الذي سنعيش معه. قال علم الدين السخاوي: كان عالما، يتكلم عن شيخ، كان عالما بكتاب الله بقراءاته وتفسيره، عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرزا فيه، وكان إذا قرئ عليه البخاري ومسلم والموطأ يصحح النسخ من حفظه ويملي النكت على المواضع المحتاج إلى ذلك فيها. وأخبرني من المتكلم؟ السخاوي. وأخبرني أنه نظم في كتاب التمهيد لابن عبد البر، ابن عبد البر ده كان من أئمة المالكية، أنت لازم تقول طول التمالكية عشان أنت سوداني، من أئمة المالكية اللي هو متوفى سنة 463 اللي هو أبي عمرو يوسف بن عبد الله بن عبد البر، نظم قصيدة 500 بيت. يقول السخاوي هنا قصيدة دالية في 500 بيت: من حفظها أحاط بالكتاب علما. بكتاب إيه؟ بكتاب الموطأ، من الموطأ، لأن نظمها في الإيه؟ في الموطأ. بيت معنى إيه؟ علم الموطأ لمن؟ للإمام من؟ للإمام مالك. نظم قصيدة 500 بيت في هذا الإيه؟ دلالة على أن هذا الرجل، إحنا الآن هنشوف مؤلفات الشيخ. نعم. موجودة المنظومة. لا ما, ما 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 لم أقف عليه، ولكن هي موجودة وربما تكون مخطوطة في أي طرق، إنما هي مذكورة من مؤلفات الشيخ. وكان مبرزا في علم النحو والعربية، عارفا بعلم الرؤية، حسن المقاصد، مخلصا فيما يقول ويفعل. ولذلك ذكرت أشياء كثيرة للإمام الشاطبي، أنه كان صاحب سنة. يعني بعيد عن الأشياء التي ربما تخل بالعقيدة. قال رحمه الله، السخاوي بيذكر عن شيخه هنا، نقول القول لمن؟ للشاطبي، ودي بشرى لكم جميعا، وأتمنى أن المنتظمين
في هذا اللقاء كما سأخبركم بعد قليل إننا لابد أن نحفظ الشاطبية. قال رحمه الله: لا يقرأ أحد قصيدتي هذه، يعني الشاطبية، إلا وينفعه الله عز وجل بها، لأنني نظمتها لله سبحانه، كان مخلصا فيها. ولذلك يا أخوان وجدت القبول، وجدت القبول عند العرب والعجم. كان عندي بيدرس باكستانيين وهنود كانوا حفاظ للشاطبية. كان عندي رجل باكستاني لا أذكر أنه أخطأ أمامي خطأ في الشاطبية، كانوا يحفظونها كحفظهم للقرآن الكريم. نعم. وكان يتجنب فضول القول، لا يتكلم في سائر أوقاته إلا بما تدعو إليه ضرورة، ولا يجلس للإقراء إلا على طهارة في هيئة حسنة وخضوع واستكانة، ويمنع جلساءه من الخوض والحديث في شيء إلا في العلم والقرآن. ده من المتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ السخافة، يذكر عن شيخه هذه الأمور. وقال أبو شامة: ثم إن الله تعالى سهل هذا العلم على طالبيه بما نظمه الشيخ الإمام العالم الزاهد أبو القاسم الشاطبي رحمه الله من قصيدته المشهورة المنعوتة بحرز الأماني، التي نبغت في آخر الدهر أعجوبة لأهل العصر، فنبذ الناس سواها من مصنفات القراءات، وأقبلوا عليها لما حوت من ضبط المشكلات وتقييد المهملات مع صغر الحجم وكثرة العلم. وقال ابن خلكان، توفى ابن خلكان سنة 681، صاحب كتاب وفيات الأعيان، وهو أول وفيات الأعيان ابن خلكان، ثم جاء بعده من ألف الوافي بالوفيات، وفي بعد منه واحد عمل فوات الوفيات، وفي واحد بعد منه عمل كله على منهج ابن خلكان، وبعد بعد منه عمل درة الحجال، واحد من أهل عبد الرحمن الفاسد في بلاد المغرب، درة الحجال فيما أهمل من فوات وفيات الأعياد. قال أبو محمد وأبو القاسم، القاسم بن فرو بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الأندلسي الضرير المقرئ صاحب القصيدة التي سماها حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات، وعدتها كام يا أخوانا؟ 1173 جاءت فيها، ذكرها الإمام الشاطبي، قال إيه؟ وأبياتها 1000 تزيد 373 زهرا وقمل في آخرها 1173. ولقد أبدع فيها كل الإبداع، وهي عمدة قراء هذا الزمان في نقلهم، فقل من يشتغل بالقراءات إلا ويقدم حفظها ومعرفتها إلا من يقدم حفظها ومعرفتها، وهي مشتملة على رموز عجيبة وإشارات خفية لطيفة، وما أظنه سبق إليها. وفعلا لم يسبق الإمام الشاطبي في منظومات. حجه الإمام ابن الجزري بعد منه نظم الطيبة، وقال: ولا أقول أنها قد فضلت حرز الأماني، بل به قد كملت، حوت لما فيه مع التيسير، وضعف ضعفه سوى التحرير. يقول أنا عملتها، وهو عملها على إيه؟ هي إحنا عندنا الشاطبية على بحر الطويل الضرب السن، نعم الثامن بذكرة هنا. أما قصيدة الطيبة على الرجس، وده اللي بيسموه عند أهل العروض بيسموه حمار الشعراء،
لكل واحد ينظم على ايه اللي هنا من تش مرتبط بتفعيله. انه بيقول ايه؟ قال محمد وابن الجزري يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري، الحمد لله على ما يسره من نشر منقول الحروف العشره. تعالى هناك يقول ايه؟ بدات ببسم الله في النظم اولا، تبارك لاميه، تبارك رحمن الرحيم وموئلا. فدي كان على المتقدمين من اهم فطاحل الشعراء، كانوا المنظومات على هذا الايه، على هذا البحر الطويل. نعم. قال الامام الذهبي، توفي صحح المعلومه، انا قلت كام؟ 749 748 سنه 748. واستوطن مصر، كلام الذهبي، واستوطن مصر واشتهر اسمه وبعد صيته وقصده الطلبة من النواحي، وكان إماما علامة ذكيا كثير الفنون منقطع القرين، رأسا في القراءات حافظا للحديث بصيرا بالعربية واسع العلم. وقد سارت الركبان بقصيدتيه اللي هي الشاطبية وعقيلة أطراب القصائد اللي في الرسم، في رسم المصاحف. وقد سارت الركبان بقصيدتيه حرز الأماني وعقيلة أتراب القصائد اللتين في القراءات والرسم، وحفظهما خلق لا يحصون، وخضع لهما فحول الشعراء وكبار البلغاء وحذاق القراء، فلقد أبدع وأوجز وسهل الصعب. هذا الكلام في كتاب معرفة القراء الكبار للإمام الذهبي. مطبوع وموجود، مطبوع طبعتين، طبع طبعة هنا في مصر رديئة، وطبع طبعة الجماعة الرسالة دول محققينها تحقيق. نعم نعم، تحقيق جيد. قال وكان يتوقد ذكاء له الباع الأطول في فن القراءات والرسم والنحو والفقه والحديث، وله النظم المشهور الرائق مع الورع والتقوى والتأله والوقار. وقال الإمام ابن كثير من المفسر، أصل احنا عندنا ابن كثير اللي هو القارئ، ابن كثير القارئ توفي سنة 120 هجرية، أما المفسر توفي سنة 774 هجرية، مصنف الشاطبية في القراءات السبع، لم يسبق إليها ولا يلحق فيها، فيها من الرموز كنوز لا يهتدي إليها إلا كل ناقد بصير، هذا مع أنه ضرير عليه رحمة الله. طيب، وقال السمين الحلبي، هذا الإمام من شراح الشاطبية اللي إحنا هنعتمد عليهم في شرحنا، لأن هنعتمد على عدة شروح معينة هي التي يعني أنا ما أنا إلا ناقل، ننقل لكم شروح المتقدمين، ولهذا يعني طاب لي أن أسمي هذا العمل شرحة الشاطبية أكثر من مرة في تدريسي الفترة التي قضيتها خارج مصر، ولكن ما أحبب وما استرحت إليه أن أسمي هذا العمل الميسور من المأثور في شرح الشاطبية، لأن إحنا لا نصل إلى السخاوي شرح الشاطبية. جينا بالترتيب، ما احنا هنيجي الان عندنا حوالي حاجه وخمسين شرح اللي انا وقفت عليه الشروح، وغالبها طبع فوق الخمسين، ده غير اللي هم المعاصرين. يعني لما اتكلم على هذا العصر ذكرت ما جاء في كتاب الكتاب الذي جمع المصنفات هدية العارفين وكشف الظنون، كشف الظنون في أسماء الكتب والفنون،
وبرضه هو نفس المؤلف ده وعمل ليه هدية العارفين في أسماء الكتب والمؤلفين في هذا الكتاب فقط. هذا الرجل توفي في بداية القرن الحادي عشر صاحب هذا المؤلف. تقف على الشروح التي شرحت الشاطبية إلى هذا العصر تجد تجاوزت 50، فما بلغ القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، والآن لكل واحد الآن زي التجويد زي الآن أصبحت زي عملية، وكله يأخذ ينقل هذا الكلام ويظن أنه أحسن وأبدع ومنهم المطول. ولكن باطلاعاتي على الشروح السابقة عندك فتح الوسيط لعلم الدين السخاوي، هذا الكتاب قيم ممكن يستفاد منه الإنسان. تعالى بعد منه التوسع، إبراز المعاني لأبي شامة، ده تلميذ الإمام السخاوي معاصر قبل أبي شامة في اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة لأبي عبد الله الفاسي، في كنز المعاني لأبي عبد الله الموصلي اللي هو الشعلة اللي مشهور عندنا اللي حققه الشيخ القاضي عليه عليه رحمة الله الشيخ القاضي هو شعلة اللي اسمه كنز كنز المعاني. يقول السمين الحلبي: وقد وضع الناس قديما وحديثا كتبا كثيرة متضمنة لاختلافهم، فمن مطول مختصر وكل مثاب على قصده، وأحسن ما وضع في ذلك حرز الأماني ووجه التهاني للإمام أبي القاسم الشاطبي برد الله مضجعه، فإنه أتى فيها بالعجب العجاب وأماط القشر عن اللباب. وقال الإمام ابن القاصح شرح ابن القاصح أيضا، القاصح ده هو المتوفي سنة كام؟ القاصح توفي سنة 801 801. قال: فإن أسهل ما يتوصل به إلى علم القراءات من التصانيف والمنظومات نظم الشيخ الإمام أبي محمد قاسم بن فره بن أبي القاسم الرعيني من قصيدته اللامية المنظومة من الضرب الثاني من بحر الطويل المنعوثة بحرز الأمانة. شوف بقى إمام الفن ابن الجزري ماذا قال؟ ما لا يقدر زي ما هو قال الكلام ده هتسمعه الآن للإمام: ما لا يقدر جهود الشخص إلا الذي يقوم بنفس الفعل. قال: ولما دخل مصر أكرمه القاضي الفاضل وعرف مقداره وأنزله بمدرسته التي بناها داخل القاهرة وجعله شيخها وعظمه تعظيما كثيرا ونظم قصيدتيه اللامية والرائية وجلس للإقراء فقصده الخلائق من الأقطار، ثم أنه لما فتح الملك الناصر صلاح الدين يوسف بيت المقدس توجه فزاره سنة 89 و500، ثم رجع فأقام بالمدرسة الفاضلية يقرئ حتى توفي، وكان إماما كبيرا أعجوبة في الذكاء كثير الفنون آية من آيات الله تعالى غاية في القراءات حافظا للحديث بصيرا بالعربية إماما في اللغة رأسا في الأدب مع الزهد والولاية والعبادة والانقطاع والكشف شافعي المذهب مواظبا على السنة. ثم قال: ومن وقف على قصيدتيه علم مقدار ما آتاه الله في ذلك خصوصا اللامية التي عجز البلغاء من بعده عن معارضتها، فإنه لا يعرف مقدارها إلا من نظم على منوالها
أو قابل بينها وبين ما نظم على طريقها. ولقد رزق الله هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن، بل أكاد أن أقول ولا في غير هذا الفن، فإنني لا أحسب أن بلدا من بلاد الإسلام يخلو منه، بل لا أظن بيت طالب علم يخلو من نسخة به. ثم قال ولقد بالغ الناس، وصلت المبالغة في هذه القصيدة، الكلام المطول اللي جاي وصلت المبالغة في الكلام في هذه القصيدة، أنهم قالوا لا تصدر عن بشر. وهو من تواضعه في بداية القصيدة يقول أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملا، وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كانها الألم، وسلم لإحدى الحسنيين إصابة وإن كان خرق ونخر اجتهاد رام صوبا فام حلب، وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا. ما حدش حتى الذي أراد أن ينتقي بعض الأشياء للإمام الشاطبي وجد من يرد عليه، وجد من يرد عليه. فأرى أن هذه القصيدة هي كرامة، أكبر كرامة للإمام الشاطبي. لم يبقى معنا الآن إلا أن نتعرف على الشروح التي جاءت في الشاطبية، ثم نبدأ في المقدمة. الآن يعني في هذا الوقت المتبقي، من يجلس أمامنا الإخوة الحضور فريقين، منهم من سيكون منتظم ومنهم المستمع الذي جاء يسمع وله الأجر والثواب لدرس علم.